الاسم ديالي مول الجمال علال دوارتي رزيت قياده زكوطه اقليم سيدي قاسم. عاود لي عافاك شنو هو المشكل ديال الام ديالك؟ المشكل ديالي اختي هو الوالده جبناها قبل رمضان ب 26 يوم، جبناها للسويسي جات بحاله خطيره من سيدي قاسم ما قبلوهاش، جابوا صيفطونا للقنيطره ما قبلوناش، جينا للسويسي. السويسي نعسات عندهم 16 يوم، 16 يوم هملوها واحد الاهمال اللي هي جات مريضه بالقلب شويه ولا عندها السكر. يعني الحالة ديالها تزادت تدورت، واحد الساعة واحد الطبيبة ديالها قالت لي خصكم تدوها وديروا لها شي عملية برا. حنا الحالة ديالنا ضعيفة، قلت لها دكتورة راه حنا ما عندناش أصلا، كان عندنا باش نديروا لها العملية كنا غنديوها نديروا لها العملية. واحد الساعة بداو علينا بالرانديفو قلنا غتمشيو باش تصايبوا الرميض، هادشي كله على الرميض. مشينا عطاونا رانديفو ديال أسبوع، مشينا أسبوع صايبت لها الرميض، جبنا ذاك التوصيل داروا معنا الاثنين هذا اللي فات. جينا عندهم الاثنين قالوا لنا هاد الرميض راه ما دايش، قال لك هاد الرميض راه ما دايش. المهم داروا لنا التلفازه داو 500 درهم على حساب داك الرميض ما كاينش. عاوتاني قالوا لنا اتخلي النمره ديالك، عطاونا ديك الورقه ديال التلفازه دزنا عند واحد الدكتوره ديال القلب شدات ديك الورقه ما شافتش امي ما شافتش ليا الوالده نهائيا، الوالده طايحه ما كتقدش تزيد. دخلت عندك قلت لها دكتوره الوالده راه شنو، قالت لي شوف خلي النمره قيد داكشي، قالت لي سير تنعيطوا لكم. فاش رجعت عند الوالده قلت لها الوالده هاد الناس راه قالوا لنا سيروا، قالت لي ولدي انا ديني عندها. فاش دخلت الوالده دخلتها باش تشوف ديك الطبيبه، شافت الوالده بحال هكا قالت لي صافي راني دويت معاك، هادشي اللي بقى فيا هو ان ديك الطبيبه ما غتشوفش الوالده وما غتشوفش المعنيه بالامر اللي هي مريضه، هادشي ضرني، هادشي اللي خلاني نسول. ما فهمتش، قال لك ما عندهاش الرميض، وهي اصلا الوالده مسكينه ما عندهاش الرميض، ولكن مشينا صايبنا الرميض، والناس راه واخا ما عندهمش الرميض راه كيخليو لاكارت، واش اللي ما عندوش الرميض غيموت، غيضيع. اهم حاجه يسول واش هاد الناس واش هاد المراه عندها كتستحق تعالج ولا ما كتستحقش. ما كتشكيلش، ما شكيتوش. يعني مشيت كنسول داخل السبيطار الماجور، اش ما كاينش معاهم تهضر، الصراحه انا داك السبيطار فاجئني خلعني. واحد الواقع اللي ما يمكنش نتكلم عليه، خصهم يفتحوا معايا تحقيق باش نتكلم على شي حوايج شي حوايج. السيكيريتي انا وقعت عندي مشكله مع السيكيريتي، السيكيريتي يولي يطلب لك 120 درهم والسيبور دو لابيلانس راه حاضر 120 درهم باش تدخل عند ماما عند امك، باش 25 درهم بعد اداها باش امي جايه في ايرجونس باش دخلت باش تشوف الطبيبه. عاوتاني واحد السيكيريتي اخر فاش شاف هذاك دا 25 درهم هو ولا باغي 120 درهم والسيفور د لابيلانس حاضر وامي مجبده في الفياس وانت كنحيح معاه. يعني شي حوايج كيضروا الصراحه الانسان اللي كان مغربي وطني راه ما يسكتش. وهذا الشيء اللي كاين اختي، انا الرساله ديالي بغيت الرساله ديالي بغيت توصل وصافي. شو تقول الام ديالك هذا الشهر المبارك؟ الوالده مسكينه كنطلب الله يشافيها وصح. هانتوما الليبري ديالي انا اكس عسكري، انا جندي احتياطي الليبري هاو هانتوما. هادي حادثه شغل في خشله، عندي اكسيدون كتافي العظم خارج ليا، انا راه حقي انا حقي نسيتو، انا حقي تبندو ما خصني والو. انا يعني الوالده ديالي هي اللي كنهضر عليها اختي، انا الحق ديالي ما جيتش كندوي عليه، انا مشيت للجمعيه الملك درت طلب، مشيت للمصالح الاجتماعيه، مشيت للمبادره الوطنيه، على راسي جريت تسدوا البيبان، ما بقاش عندي مشكل صافي. ولكن الوالده ديالي ما يمكنش امي كتموت حدايا وانا كنتفرج، هذا الشيء ما يقبلو حتى واحد الصراحه. وهذا الشيء اللي كاين اخوتي راه هذا هو اللي كاين، هادشي اللي ضرني هو اللي بغيت نوصلو باش اللي مسؤول يتحمل مسؤوليته. واش اللي بقى فيا وضرني هو ديك الطبيبه اللي ما بغاتش تشوف امي اللي هي مريضه وكتعذب ورفضت تشوفها، تشوف الوراق وهي كتموت المراه وما تشوفهاش، راه حشومه راه عيب. هادشي اللي كاين الاخوان والله، اللهم لك الحمد.
انا المهم انا ما نصبرش وما نسكتش على ذاك المنكر، ما يمكنش نبقى نتفرج فامي كتموت ونبقى ساكت. هذا هو علاش انا قلبت عليكم وبغيت نوصل النداء ديالي. ان شاء الله خير. ان شاء الله كنطلبوا الخير للجميع المرضى المسلمين اللي محتاجين، وداك الشيء اللي شفتو في السويسي كيضر كيألم، هذاك الشيء كيألم الصراحه. هادشي اللي كاين. عندك شي كلمة أخيرة تقولها لي؟ الكلمة الأخيرة هي كنتمنى الصوت ديالي يوصل للمسؤول اللي هو مسؤول ومعني بالأمر. هذه هي الكلمة الأخيرة، وكنشكركم لحقاش جيتوا عندي وتسنطوا ليا، وهذا هو اللي كاين الخوت، هادشي اللي كنقول لكم. الله يجزيك الشكر. آمين. الله يرحم الوالدين.